تعود إليكم مصر اليوم ولديها ما تحكي عنه بكل فخر واعتزاز. في كلمته أمام القمة الإفريقية، السيسي يجدد حرص مصر على استكمال خارطة المستقبل ويشدد على ضرورة التصدي للإرهاب. ملفات الغذاء والأمن تتصدر جدول أعمال القمة الإفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية. مسلحو داعش يستولون على بلدة عراقية غنية بالغاز، وهيج يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة. الرابعة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش، موعد ساعة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدينا. إلى تفاصيل الأنباء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي 23 التي تعقد في غينيا الاستوائية، أكد اعتزاز مصر بانتمائها للقارة الإفريقية، وأوضح أن القارة الإفريقية تواجه خطرا متزايدا يتمثل في التهديدات الأمنية العابرة للحدود وفي مقدمتها الإرهاب. كما أكد السيسي أن مصر تعود بقوة للقارة السمراء من أجل التعاون المثمر مع الدول الأعضاء بالاتحاد، وأعلن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا للإعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية في القارة. تحت شعار الزراعة والأمن الغذائي في إفريقيا، تستضيف مالابو عاصمة غينيا الاستوائية أعمال القمة 23 لدول الاتحاد الإفريقي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. مشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية تعد الأولى له عقب توليه مهام منصبه، وتأتي عقب إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي بعد إتمام ثاني استحقاقات خريطة المستقبل وهي إجراء الانتخابات الرئاسية. الرئيس السيسي شدد في كلمته أمام القمة على أن مصر تعتز بانتمائها للقارة الإفريقية، إلا أن الرئيس وجه عتابا للأفارقة لتعليقهم عضوية مصر بالاتحاد عقب ثورة 30 من يونيو، داعيا إياهم إلى مراجعة قوانين الاتحاد بما يدعم إرادات الشعوب. إن مصر وإن غابت لبعض الوقت عن المشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي، فإنها لم تتوقف يوما عن الانشغال بهموم وقضايا قارتنا، فمصر لا يمكن أن تنفصل عن وجودها وواقعها الإفريقي. مصر التي ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 ولم تبخل يوما بعقول أبنائها أو بقوة سواعدهم لبناء الكوادر والقدرات الإفريقية، إلا أنه لا يخفى عليكم أن شعب بلادي قد تألم حينما رأى الاتحاد الإفريقي يتخذ موقفا مغايرا لإرادته، حينما رأى إخوته الأفارقة لا يبادلونه التضامن والمساندة والتأييد. الرئيس السيسي أكد أيضا في كلمته على أن مصر تعود بقوة إلى القارة السمراء من أجل التعاون المثمر مع الدول الأعضاء بالاتحاد ما يساهم في تنمية وتطوير القارة. إنه لمن دواعي الفخر أن أكون بينكم اليوم ممثلا لشعب مصر الذي طالما اعتز بانتمائه لقارته الإفريقية، والذي عهدتموه دوما رفيقا في النضال والعمل الإفريقي المشترك. فانتماء مصر لأفريقيا ليس فقط لاعتبارات التاريخ والجغرافيا، بل هو ارتباط جذور وهوية وعلاقات مستقبل ومصير، وملحمة مشرفة من النضال المشترك دشنها الآباء المؤسسون عبد الناصر ونكرومة وسيكوتوري وبنبلة وهيلة سلاسي وبودو بوكيتا. وتأكيدا على حرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية، أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، والتي ستبدأ عملها أول يوليو المقبل لإعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية وكذلك دعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة في القارة.
إن مصر ستواصل دورها وعطائها الإفريقي بما يعزز ويدعم التعاون بين أبناء القارة الواحدة. فكما كانت سباقة لإنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا منذ ثمانينات القرن الماضي، انطلاقا من إيمانها بالحلول الإفريقية وضرورة تعزيز الاعتماد على مواردنا الوطنية لتحقيق التطلعات المستحقة لشعوبنا. فقد عملت على مدار العام الأخير، وبالرغم مما واجهته من صعاب تعلمونها جيدا، على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي ستبدأ أنشطتها خلال أيام قليلة في الأول من يوليو المقبل، ونثق في أنها ستمثل نقلة نوعية في الدور الذي تقوم به مصر. حضور مصري قوي إذن في القمة الإفريقية بغينيا الاستوائية رأى فيه الخبراء عودة قوية لدور القاهرة داخل القارة السمراء عبر الاهتمام بمشكلات وقضايا القارة الإفريقية والتعاون مع دولها بما فيه الخير للجميع. ومن هنا حرص الاتحاد الإفريقي ممثلا في رئيسة مفوضية الاتحاد نوكو سازانا زوما على الترحيب بعودة مصر إلى ممارسة أنشطتها داخل الاتحاد الإفريقي. العلاقات المصرية الإفريقية علاقات تاريخية مرت بالعديد من المراحل والتحديات على مر العقود، وتميز دور مصر على مدى تلك العقود بأنه دور فعال ومؤثر في حل العديد من المشكلات بالقارة. وكذلك كان لمصر دور كبير في إطلاق منظمة الوحدة الإفريقية في مايو من عام 1963. علاقة مصر بإفريقيا مثل علاقة الروح بالجسد، فمن قلب القارة السمراء ينبع نهر النيل شريان الحياة لمصر، ومن ثم كانت العلاقات الوثيقة بين مصر وشقيقاتها الإفريقيات منذ فجر التاريخ. ونظرا للدور الرائد لمصر في حركة تحرير إفريقيا من الاستعمار وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي كان للزعيم الراحل جمال عبد الناصر دور بارز فيها، اعتبرت مصر القارة السمراء إحدى الدوائر الثلاث الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية بعد الدائرتين العربية والإسلامية. وساهمت مصر في إنشاء الرابطة الإفريقية عام 1955 بالقاهرة لتقديم الدعم العسكري والمادي لحركات التحرر الإفريقي، كما لعبت مصر في ذلك الوقت دورا إقليميا سعى لبناء الوحدة الإفريقية من خلال المشاركة الفعالة في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 التي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي. وكان لمصر أيضا دور بارز في وضع أسس التضامن الأفرو أسيوي عبر تأسيس كتلة باندونج عام 1955 وإرساء قواعد دبلوماسية التنمية من خلال تقديم قروض ومساعدات مادية حسب الإمكانات المتاحة آنذاك لبعض الدول الإفريقية. وبلغت العلاقات المصرية الإفريقية ذروتها عندما قطعت أغلب الدول الإفريقية علاقاتها مع إسرائيل بعد وقوع العدوان الإسرائيلي عام 1967، كما وقفت الدول الإفريقية بقوة بجانب مصر في حرب أكتوبر عام 1973. وبالرغم من اهتمام مصر بتقوية علاقاتها بالعمق الإفريقي وخاصة دول حوض النيل، إلا أن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية أخذت في الانحصار خلال حقبة التسعينيات، لا سيما عقب محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس السابق حسني مبارك. وجاءت ثورة 25 من يناير عام 2011 لتبدأ مصر مرحلة جديدة من التعاون مع القارة السمراء، على الرغم من الجفوة في العلاقات مع إثيوبيا على خلفية قضية سد النهضة واحتمالات تأثيره على حصة مصر من المياه البلاغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وفق الاتفاقيات الدولية. وبعد اندلاع ثورة 30 من يونيو عام 2013 وعزل محمد مرسي من الحكم، جمد الاتحاد الإفريقي عضوية مصر في أنشطته، وبدأت مصر حملة دبلوماسية لكسب مواقف الدول الأعضاء في مجلس السلم الإفريقي. ومثلت زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب قمة هذه المحاولات لتطوير أواصر التعاون والصداقة وتعزيز الدور المصري على الساحة الإفريقية بعد سنوات من الجفاء.
وجاء قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي في 17 يونيو الجاري بعودة مصر إلى ممارسة أنشطتها داخل الاتحاد الإفريقي بعد تعليق عضويتها لمدة عام، وتوجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة الإفريقية في غينيا ليعكس احترام إرادة الشعب المصري التي تجسدت في 30 يونيو، وتنفيذ الاستحقاقين الأوليين من خريطة الطريق بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة. بعد عودة العلاقات المصرية الأفريقية إلى مسارها الطبيعي، من المقرر أن تشارك مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في دورتها 23 في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية. البداية الفعلية كانت عام 1958 عندما اجتمع ما يزيد على 200 عضو يمثلون مختلف الأحزاب والاتحادات والنقابات من عموم أفريقيا في غانا، واتفقوا على اتباع سياسة خارجية موحدة ونبذ الخلافات الأفريقية. لكن التأسيس الفعلي لأول كيان إفريقي شامل كان في أديس أبابا عام 1963 حينما اجتمع رؤساء 30 دولة إفريقية على رأسها مصر، وأقروا ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية معتمدا بشكل أساسي على سياسة عدم الانحياز وعدم ممارسة التفرقة العنصرية. مصر وهي إحدى الدول المؤسسة للمنظمة شاركت في كافة اجتماعاتها، وكان لها صوت مسموع في حركة تحرير دول القارة من الاستعمار ومعارضة التفرقة العنصرية وجهود الوساطة وحل النزاعات والديون المتراكمة على دول القارة النامية. في عام 2002 بدأ التفكير في إحداث تغيير جذري يفعل من دور منظمة الوحدة الإفريقية، وتم إقرار وثيقة تأسيس الاتحاد الإفريقي بديلا للمنظمة، وكانت أهم مبادئها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحماية حقوق الإنسان والإسراع في تنمية القارة اقتصاديا. الاتحاد الإفريقي يضم 17 جهازا رئيسيا، من أهمها مؤتمر الاتحاد والمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة ومحكمة العدل الإفريقية والبنك المركزي الإفريقي واللجان الفنية المتخصصة. الاتحاد الإفريقي افتتح عام 2004 مجلس السلم والأمن، والذي اتخذ قرارات عسكرية كان أهمها نشر قوة حفظ السلام في بروندي وكذلك في السودان إبان صراع دارفور، وذلك تطبيقا لمبدأ الحق في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية. تحديات كبيرة يواجهها الاتحاد، ولعل أكبرها قضية الفقر، تنمي معدلات الجهل والمرض ونقص الغذاء وتنشيط الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي والنهوض بقطاع التعليم. وقد تراجع الاتحاد الإفريقي عن موقفه الأخير بتجميد عضوية مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، وعبر عن ذلك بترحيبه بما أنجزته مصر من استحقاقات سياسية في إطار خارطة المستقبل، ودعاها للعودة مرة أخرى لاستعادة موقعها الريادي في قلب القارة الإفريقية. كانت تلك نظرة شاملة على نشأة منظمة الوحدة الأفريقية وتطورها إلى أن أصبحت اتحادا يضم 53 دولة. للمزيد من المتابعة لفعاليات القمة الإفريقية 23 والتي تعقد في غينيا الاستوائية، نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف. أهلا وسهلا. قبل الدخول في تفاصيل القمة، كنت أود من حضرتك إذا كان هناك دلالات ما يمكن الخروج بها من كيفية استقبال القمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. لاحظنا أنه هناك تصفيق من قبل رؤساء الدول المشاركة في القمة، وأيضا ترحيب واضح بعودة مصر. بكل تأكيد لقد تابعنا بالأمس وتابعنا اليوم حتى عندما وصل الرئيس السيسي إلى المطار الخاص بغينيا الاستوائية، وبدنا استحفالات شعبية من الغينيين فيما يتعلق باستقبال الحافل للرئيس. أيضا وجدنا اليوم في داخل القمة ترحيب كبير بالرئيس وبعودة مصر لتبوأ مقعدها داخل الاتحاد الأفريقي بعد انقطاع دام عام، وهذا يمثل دلالة سياسية رمزية على أن هناك حالة من القبول بنوع من السعادة ونوع من الاعتزاز بعودة الدور المصري، باعتبار مصر ضلع وركن أساسي في مظلة في أضلاع الاتحاد الإفريقي منذ نشأة المنظمة في عهد الرئيس عبد الفتاح. نعم. وبالتالي بما أن مصر مكانة وحيوية ودور ديناميكية، أعتقد أن هناك ترحيب كبير بعودة مصر لكل هيئات ومنظمات ومكاتب الاتحاد الإفريقي على وجه السرعة منذ الأمس واليوم. وبالتالي بكلمة الرئيس أعتقد أننا قد لاحظنا حالة الترحاب الكبيرة وحالة أيضا القبول بشكل واسع بأن يكون هناك دور مشارك ومتحرك ديناميكي. ولكن كلمة الرئيس السيسي أيضا لم تخلو بين قوسين إذا صح التعبير عتابا للقادة الأفارقة لعدم مساندة خيرات الشعب المصري في مرحلة حرجة من تاريخه.
بالفعل كانت رسالة مباشرة وليست ضمنية وجهها للاتحاد الافريقي، وكان لديه كثير من العتب على ذلك الموقف لأنه صرح برؤية فاقدة ماذا فعلت ثورة 30/6 و30 يونيو، أنقذت مصر من الذهاب إلى حرب أهلية والذهاب إلى كثير من بعض المنحنيات الخاصة بتضافر العنف وأعمال كثيرة لسيطرة لتفصيل معين على مقلب الأمور في مصر. أعتقد أنه وجه هذا العتب، لكن في نفس الوقت شرح باستفاضة بالغة الجهود والنجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو وما فعلته في مصر وما استطاعت أن تحققه للشعب المصري. وأعتقد أنه كان بالغ الأهمية عندما قال أن مصر ستحارب الإرهاب بكل قوة ولم تتراجع قيد الملة عن استخدام كل الآليات لمطاردة ملحقة الإرهاب في الداخل والخارج، وأن ما يمشي في مصر حاليا بعد 30/6 من عمليات إرهابية لن يكون له قبول أو واقع على أرض الواقع في مصر. وبالتالي أرى أن الرجل مع العتاب والعتب الذي وجهه استطاع أن يبلغ مجموعة من الرسائل المباشرة لكل القادة أن هذه الثورة كانت باختيار شعبي وبإرادة جماهيرية واسعة النطاق في مصر، هي التي أتت بهذه الثورة، هي التي أتت إلى رئيس الجمهورية والتي ساعت لتطبيق خريطة الطريق عبر مرحلتين أو استحقاقين. وبالتالي هناك بالفعل نوع من التراجع الكامل قبل الاتحاد الافريقي وبعض منظماته عندما سقط العقد لتعليق قضيه مصر. هل تعتقد استاذ اشرف انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار ضمنيا للمشاكل او بعض الخلافات القائمه مع اثيوبيا عندما تحدث على انه الحوار هو الحل الامثل او الطريق الامثل لحل المشكلات بين دول القاره، ام انه كان يتحدث في سياق عام؟ اعتقد انه وجه رساله بالفعل ضمنيه لاثيوبيا ودول الاتحاد الافريقي أن هناك بالفعل خلافات فيما يتعلق بمعالجة هذه الأزمة، وأن هناك نوع من الهواجس والمخاوف لدى مصر لدى أثيوبيا، وبالتالي هو أراد أن يرسل رسالة لأثيوبيا أن تمد اليد وتلتقي في منتصف الطريق مع الحكومة والسلطة المصرية، وأيضا وجه رسالة للاتحاد الأفريقي وقادته على دورة القيام بدور فعال في إنهاء هذه الأزمة، وأن يكون كتفا بكتف مع مصر، وأن يسعى إلى توفير استحقاقات نجاح لحل هذه الأزمة بعيدا عن التقديم أو التوتر في المرحلة قادمة. وبالتالي هذه الدعوة كانت دعوة مباشرة لأثيوبيا، وأعتقد أن الإخوة في أثيوبيا قد تلقفوا هذه الدعوة، وربما يكون اللقاءات التي سوف يعقدها مع رئيس وزراء أثيوبيا يكون لها بعض الثمار التي تؤدي إلى البحث في مجموعة من الآليات المرضية أو إنتاج تسويات مقنعة كلا الجانبين بما يحفظ. نعم، نقطة أخرى لابد أن نتوقف أمامها، إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه مصر أبدا لم تتوقف عن دعمها لعمقها الإفريقي أو الدول الإفريقية حتى في أحلك الظروف التي مرت بها في السنوات الأخيرة. فمصر أو أعلن أنه مصر أنشأت الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية في إفريقيا، هل هذه الخطوة برأيك كافية على الأقل في إطار توجه مصر لعودة علاقاتها وعمقها الإفريقي، أم أن هناك خطوات أخرى لابد على مصر أن تتخذها؟ هو وجه بالأمس وزير الخارجية وكثير من المسؤولين المصريين بدرجة أن يكون فتح المؤسسات والمنظمات المصرية لعمليات التدريب والإعداد لكثير من القادة الأفارقة فيما يتعلق بمجالات التنمية الزراعية، فيما يتعلق بالتدريب، فيما يتعلق أيضا بالمساعدات اللوجستية الخاصة بالقارة الإفريقية عبر وزارة الخارجية والري وبعض المؤسسات المصرية. أعتقد أنه شدد في رسالات اليوم أن ارتباط مصر بإفريقيا ارتباط جذور وليس مصير تاريخ. أعتقد أن هذا كان له بالغ الدلالة السياسية على أن الرجل يقول أن الانتماء الأول والأكبر لمصر والانتماء الإفريقي، وأن مصر جزء من القارة الإفريقية ممكن أن تنسلخ عن هذه العضوية وهذا الحضور في المشهد الإفريقي بقوة، خاصة أنها دولة كبرى كان لها سيادة بما يتعلق بولادة المنظمة وإحداث هذا التجمع للدول الإفريقية. أرى إنشاء وكالة ستتبعه مجموعة من القرارات في قادم الأيام، لأن هناك تغيير جواري في مجمل السياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بدوائر الاهتمامات سواء على المستوى الإفريقي أو العربي أو الإسلامي. نعم. وأعتقد أن الجزء أو البعد الإفريقي يحصل على مساحة كبيرة من الاهتمام من قبل رئيس الجمهورية إذا أراد أن يحدث نوع من الحضور المصري في المشهد الإفريقي والدولي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام على هذه المداخلة. تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 188 متهما في أحداث مجزرة كرداسة على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة. كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم من بينهم المأمور ونائبه.
هذا بالإضافة إلى التمثيل بجثثهم إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهم بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وإتلاف مبنى القسم. تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بثورة سماع المرافعات في محاكمة 11 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم ثاني شبرا الخيمة. كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم التجمهر بهدف استعراض القوة والعنف وتخريب الأملاك العامة والخاصة. تنظر محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بثورة محاكمة القيادي الإخواني محسن راضي وثمانية متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في قضية أحداث شغب قسم بنها. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم الشروع في قتل مواطنين وضباط شرطة وحيازة أسلحة نارية واستخدامها في استعراض القوة والتلويح بالعنف بحق المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بإجماع آراء أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق على قرارها السابق بإعلان فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية. استندت اللجنة في قرارها إلى نص المادة من الإعلان الدستوري التي تحصن قراراتها. كان محامي الفريق شفيق قد قدم مرافعته أمام المحكمة مؤكدا على تزوير الانتخابات عن طريق تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرسي، علاوة على قيام الإخوان بمنع الأقباط من الوصول إلى اللجان في بعض المحافظات والتهديد بالعنف في حالة عدم إعلان مرسي رئيسا للبلاد. شدد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج على أهمية تماسك مختلف الطوائف في العراق. وأكد هيج خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في العاصمة العراقية بغداد أن بريطانيا كصديق للعراق ترى أنه من الضروري تشكيل حكومة غير حزبية تحظى بدعم جميع العراقيين تستطيع وقف هجمات داعش المتواصلة. ومن المقرر أن يلتقي هيج في وقت لاحق رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى باريس لإجراء مزيد من المباحثات بشأن الأزمة السورية والأوضاع في العراق. كان كيري قد صرح أن بلاده لم تطرح تشكيل حكومة إنقاذ وطني عراقية، بل طالبت بغداد بحكومة توحد العراقيين في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الرافضة لدعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأصفها بأنها بمثابة انقلاب على الدستور ومحاولة لإنهاء التجربة الديمقراطية في العراق على حد قوله. أعلن مصدر أمني عراقي أن 3 طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو العراقي هبطت في الاستاد الرياضي لجامعة مدينة تكريت التي يسيطر عليها متشددون مسلحون، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. على صعيد آخر، تمكنت القوات العراقية من قتل 92 عنصرا من عناصر داعش و3 من قياداته خلال محاولتهم المتكررة السيطرة على مصفاة بيجي النفطية. في غضون ذلك قتل 3 من عناصر قوات البشمرجة الكردية، وأصيب 2 آخران في قصف تعرضت له هذه القوات في نقطة التماس التي تفصل بينها وبين مسلحي داعش على مشارف بشير جنوب مدينة كركوك شمال العراق. كان تنظيم داعش قد استولى ليلة الماضية على بلدة منصورية الجبل التي تقع على بعد 1 ساعة من العاصمة العراقية، والتي توجد بها حقول غاز تعمل بها شركات أجنبية. أفاد شهود عيان بأن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 11 بينهم 4 نساء آخرين في قصف لمقاتلات سورية على منازل في ناحية ربيع الحدودية بين العراق وسوريا. كان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد أعلن أن الطائرات الحربية السورية قصفت مواقع للمسلحين عند الحدود العراقية السورية غرب العراق هذا الأسبوع،
ورحب المالكي بهذه الخطوة التي من شأنها استهداف المسلحين التابعين لداعش، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بغداد لم تطلب من سوريا القيام بالغارات الجوية التي وقعت الثلاثاء الماضي. جاءت الغارة الجوية بعد سيطرة مسلحين بقيادة تنظيم داعش على بلدة القائم القريبة من الحدود العراقية السورية. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي داعش في العراق، تتواصل معاناة الفارين من القصف الصاروخي الذي تشنه داعش على أحياء المدن الشمالية. وقد أعرب النازحون عن غضبهم من غياب القوات الحكومية العراقية على طول رحلتهم إلى إقليم كردستان الذي خرجت منه القوات الكردية لمواجهة تقدم مسلحي داعش. لا تزال الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال وغرب العراق في تدهور مستمر، فآلاف العراقيين تركوا منازلهم وممتلكاتهم وفروا من الهجمات الصاروخية التي يشنها مقاتل داعش على مدن عراقية، ولجأ النازحون سواء في مركبات أو سيرا على الأقدام إلى إقليم كردستان ومدينة أربيل. وبينما انتظر اللاجئون في صفوف طويلة لعبور نقاط التفتيش للوصول إلى الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، خرجت قوات البشمركة الكردية في الاتجاه العكسي في طريقها إلى مواجهة قوات الدولة الإسلامية في الشام والعراق داعش، بعد أن عجز الجيش العراقي عن التصدي لهم. والله الوضع الأمني صفر، جو جماعة داعش ضربوا قضاء حمدانية قرقوش، ضربوها بالهاونات، فالحمدانية كلها طلعت برا، ما شفنا لا مسؤولين لا شيء أبد، سيطرات كلها، الجيش كله طلع برا، فما شفنا ولا مسؤول ما شفنا برا نهائيا أبد. فعفنا الفراشات مالنا، فلوسنا، سيارتي أخذوها جماعة داعش. وأجمع أغلب النازحين على أنهم غادروا منازلهم في عجالة بعد أن بدأ القصف الصاروخي لمدنهم وقراهم، معربين عن غضبهم وخيبة أملهم لعدم وجود أي من جنود الجيش العراقي أو أي كمائن على طول الطريق إلى أربيل. يعني هاي أطفال، ما أطفال يعني، شنو ذنب هذا؟ شايف شايف هاون، هذا يضربون هاونات على أحياء سكنية آمنة، لا جيش عندنا لا شيء. من جانبها تكافح الحكومة العراقية من أجل صد هجمات مقاتلي داعش الذين يقدروا بحوالي 10,000 مسلح داخل الأراضي العراقية، وهم على مستوى عالي من التدريب والتسليح، في الوقت الذي يحاول رئيس الوزراء نوري المالكي جاهدا الاحتفاظ بمنصبه وسط ضغوط دولية متزايدة لتشكيل حكومة أكثر استعابا لباقي الطوائف العراقية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد حيدر الأسدي مراسل النيل. حيدر، أهم الأوضاع الميدانية في العراق. حيدر، حيدر، هل لك أن تطلعنا عن تطورات الأوضاع الميدانية في العراق؟ طبعا إن شاء الله. نعم تفضل. حيدر، تمكنت القوات العراقية من قتل 92 من عناصر داعش، هل لك أن تطلعنا عن تطورات الوضع الميداني في العراق؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل حيدر الأسدي. تمكنت القوات اللبنانية من تحديد هوية الإرهابيين الذين قاموا بتفجير أحد الفنادق بمنطقة الروشة غرب بيروت في حادث هو الثالث من نوعه الذي تشهده لبنان خلال أسبوع واحد. كان انفجار قد وقع مساء أمس في فندق بمنطقة الروشة غربي بيروت، وهو ما تسبب في إصابة أكثر من 10 أشخاص. على ضوء تصاعد حدة التوتر الإقليمي في سوريا والعراق، تشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة عدة تفجيرات تستهدف العسكريين والمدنيين على حد سواء. ففي داخل أحد الفنادق بمنطقة الروشة غرب بيروت، نفذ شابان ينتميان إلى لواء أحرار السنة انفجارا تسبب في مقتل 3 أشخاص، من بينهم أحد منفذي العملية، بينما أصيب آخر بحروق.
وفي جنوب لبنان أثناء تجمع بعض المواطنين على إحدى المقاهي لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم انفجرت سيارة ملغومة راح ضحيتها شخص، فيما أصيب 20 آخرون عند مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان حاجزا أمنيا في منطقة البقاع قد شهد قبلها بعدة أيام انفجارا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 34 آخرين. ومن جانبه تمكن الجيش اللبناني من القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال أحد كبار ضباط الأمن في الشمال، كما نجح الجيش في توقيف سوري حاول التسلل إلى البلاد للانضمام إلى الجماعات المسلحة. وعلى الصعيد الدولي نددت إيران بالأحداث التي تشهدها لبنان، ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية وصفت العمليات الإرهابية بأنها تستخدم للتغلب على إرادة الشعب، مؤكدة على أن الأوضاع الأمنية في مختلف دول العالم يبعث على القلق الشديد. إن الإرهاب لن يقتصر على منطقة دون سواها، فتصعيد الممارسات الإرهابية يبعث على القلق، وهو آلية تستخدم ضد أصوات الشعب. يذكر أن هذه الأحداث تأتي على خلفية توتر الأوضاع في سوريا والعراق، حيث حذرت كتائب عبد الله عزام التي لها صلة بتنظيم القاعدة، حذرت حزب الله من أن معقله في لبنان لن يكون آمنا ما لم ينهي تدخله في النزاع السوري. قم فيها بعد الفاصل التالي تواصل فرز الأصوات بالانتخابات البرلمانية في ليبيا وإعلان النتائج في الأسبوع الأول من يوليو القادم. ونتحول الآن لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. نتجه مباشرة إلى زميل أحمد فؤاد. أهلا بك أحمد. أهلا بكم وشكرا غادة وأحمد. ومشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية نتابع: البورصة المصرية تعود الارتفاع وتربح 1.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. عاودت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها في ختام تعاملات اليوم نهاية تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين العرب والأجانب. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية GX30 بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 8093 نقطة، كما زاد مؤشر GX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.96%، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.18 مليار جنيه. قال وزير البترول شريف إسماعيل إنه جرى استئناف العمل في مشروع شركة بي بي للنفط البريطانية في منطقة شمال الإسكندرية منذ أقل من شهر بعد توقف دام 3 سنوات، وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي خلال عام 2017، على أن يزيد الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعب يوميا. من ناحية أخرى قال الوزير إن الحكومة ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
شهد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التعاقد على قرض بقيمة 2.75 مليار جنيه لتمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات. وأكد وزير الكهرباء على أن الوزارة تبحث استخدام مصادر جديدة لتوليد الطاقة وتتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأحمال ومواجهة انقطاع التيار الكهربائي، مناشدا المواطنين بتوفير الاستهلاك. ضمن الخطة الخمسية من عام 2012 حتى 2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة زيادة الأحمال، شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التعاقد على القرض المقدم من أحد البنوك بقيمة تصل إلى حوالي 2.75% مليار جنيه لتمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. المحطة مكونة من ثلاث وحدات، الوحدة عبارة عن 650 ميجا، يعني القيمة الكلية للقدرة للمحطة حوالي 1950، وده رقم كبير مش قليل. المحطة دي إن شاء الله لما تنتهي وتخلص بإذن الله هترتبط بالشبكة على مستوى 500,000 فولت. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة قرابة 12.5 مليار جنيه، يشارك في تمويلها عدد من المؤسسات الدولية. لقد عملنا مع مصر لسنوات في مجال الطاقة، وقمنا بإمدادها بمعدات في مشاريع ببورسعيد ودمياط وميناء الأسكندرية، ونحن سعداء باختيارنا لتولي الجزء الأهم في هذا المشروع. وحول استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة، فقد أكد وزير الكهرباء على أن الوزارة تحرص على أن تكون المصادر الجديدة للطاقة توافق كافة معايير السلامة والأمان. الفحم يمثل كوقود أولي في حوالي 40% من إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، يعني احنا ما بنخترعش حاجة جديدة، وأن هناك الوسائل الكفيلة بالحماية من أي أخطار موجودة. كما أكد شاكر على أن الوزارة تسارع الزمن للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية. لو في طلب أكتر أو من الإمكانات دي طبعا هنضطر أن احنا نخفف أحمال، لأن ما نقدرش نضحي بالشبكة ونحصل فيها انهيار. ومع جهود الحكومة المتواصلة للتنمية يبقى الدور الفاعل والأهم للمواطن بأن يكون شريكا حقيقيا في توفير الاستهلاك وبناء الوطن. شذى مجدي، النيل. افتتح دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم معرض مستلزمات رمضان وملابس العيد وكل ما يلزم الأسرة المصرية، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 30-50% على السلع الغذائية. وأعلن الوزير أن هناك تنافسا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص في سباق تخفيض أسعار كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق، وهذا يعود بالنفع على المواطنين في تلبية احتياجاتهم من السلع بما يناسب مستوى دخولهم المادي. نهاية وقفتنا الاقتصادية، عودة من جديد للمتابعة مع غدا فاروق وأحمد عتابي. شكرا جزيلا لك أحمد، ومشاهدينا معكم نستكمل بقية أنبائنا. في ليبيا تتواصل عمليات فرز الأصوات لإعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، على أن تعلن النتائج النهائية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم. يأتي هذا فيما انفجرت سيارة مفخخة في محيط مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دون وقوع مصابين. إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها في الضفة الغربية بحثا عن مستوطنيها الثلاثة المفقودين، حيث اعتقلت 10 فلسطينيين في الخليل للاشتباه في صلتهم بأنشطة إرهابية على حد زعم قوات الاحتلال، فضلا عن مداهمة عشرات المنازل جنوب نابلس. كما أطلقت قوات الاحتلال النار على عضو في حركة حماس مما أدى إلى إصابته. وذكرت مصادر فلسطينية أن مسنة من الخليل توفيت فجر اليوم بعد تعرضها لنوبة قلبية إثر اقتحام قوات الاحتلال منزلها في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية. إيش خلاص؟ خلاص الروح يعني؟ أفادت لجان التنسيق المحلية السورية بأن المواجهات العسكرية بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة أسفرت عن مقتل 99 شخصا بينهم 6 سيدات و7 أطفال في أنحاء البلاد.
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن المواجهات احتدمت في ريف حماة بالتزامن مع استمرار الغارات التي يشنها طيران الجيش على مناطق متفرقة من البلاد. من ناحية أخرى، استهدف مسلح المعارضة حاجزا للقوات الحكومية في بلدة شليوط بريف حماة الشمالي قبل أن يشنوا هجوما على المنطقة. للرياضة دائما مساحة ثابتة في بانوراما النيل الرياضية. وبهذه الأخبار نكون قد وصلنا إلى نهاية بانوراما النيل، ولا يتبقى لدينا إلا تذكرة بأهم العناوين. تعود إليكم مصر اليوم ولديها ما تحكي عنه بكل فخر واعتزاز. في كلمته أمام القمة الإفريقية، السيسي يجدد حرص مصر على استكمال خارطة المستقبل ويشدد على ضرورة محاربة الإرهاب. ملفات الغذاء والأمن تتصدر جدول أعمال القمة الإفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية. مسلح داعش يستولون على بلدة عراقية غنية بالغاز، وهيج يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة. بهذا مشاهدينا ننهي فترتنا الإخبارية الشاملة بانوراما. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.